اللهم انصر إخواننا في غزة وثبِّت أقدامهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، وارحم شهداءهم وعاف جرحاهم. اللهم إنا لا نملك لإخواننا في غزة إلا الدعاء، فيا ربي لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، وأنت أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. من تطوان إلى قرية تمديد في سلسلة جبال الريف، كنوجه الشكر الجزيل للأخ نبيل القدري على الدعوة لهذا التحدي، وما نساوش كذلك مجموعة سقوط الحر اللي كضم محمد صابر وعصام والبقية، وكذلك ما نساوش عبد الحميد وسعيد خرخور ومحمد العربي ورضا النوين وأيوب. نشكركم بزاف وتحياتي لكم. عملنا مبيت في قرية تماديت وبالضبط عند محمد وصامت اللي كان وجهه للشكر من هذا المنبر. والصباح فطرنا وانطلقنا باش نبداو التحدي اللي هو التحدي ديال 5 ديال القمم في نهار واحد. واحد كيوثق. بلدي ها دكا اخي. تحتاجه البارحه اللي كنت تصوروا. المهم انتما في دوار تماديت، جماعه ديال بني بونصار، قبائل ديال صناج السرير. هذا اللي كيبان لكم هو جبل الارز. جبل الارز من اكبر الجبال اللي كاينين في المغرب، بالنسبه ديال شجر الارز بزاف، وطبعا كيمتد من هنا حتى ربما حتى البر حتى الباب برد. هذا هو الريف كما كيبان لكم هنايا. هذا هو ماشي بوكزين بالضبط، ولكن بوكزين معاه. هذا واحد القمه اخرى النبي الرقيل ديجا طلع على بومفسن، حنا كنسميوه بومفسن. بوكزين هو معاه هنايا. بوكزين دابا مراد الجبل هذا. وهذه تماد، وهذه تماديت. وهذا المسجد هذا قديم ياك اخي؟ هذا 1400. الارتفاع ديال 1400. المسجد هذا صراحه تعاد الاصلاح ديالو، اما هو راه قديم انا ما عقلتش عليه. انا الاصلاح ديالو في يمكن في 2000 1999 ولا 1000 ولا في 2000. اخاي شكرا على هذه المعلومات. شكرا. قرية تماديت في صنهاج السراير، إقليم الحسيمة، وكتتواجد على ارتفاع 1400 متر عن سطح البحر، وكتبعد عن الحسيمة بحوالي 70 كيلومتر. شي حاجة نقدر نعاون. يا كريم. المسار كان مزيون بزاف، بالسير وسط أشجار الأرز وكذلك وسط مناظر اللي واعرة بزاف وكتزداد جمالا خلال التساقطات الثلجية. راربي شكرا، تحياتي لك. عرفنا عليك ضروري. صديق جادي الله يرحم والديك. قائمة أصدقاء الله يرحم والديك. سليمان الحبيب والله كنتشرفوا بالمعرفة ديالك. الله يرحم والديك. شوف اخوتي راه طالع. شوف هادي طلعنا كامل اخوتي، باقينا هنا على الطريق. شوف شحال. شوف هلا ربي. حاليا ماشي من قمة ديال جبل بوكزين، صراحة واحد التراجي مزيون وفي نفس الوقت صعيب واحد شوية، باقيناش بزاف. غالبا هاديك هي القمة اللي كاينة هنا.
هذه قمه جبل الارز اللي هي قمه بوكزين، العلو ديالها 2331. الدراري كتقاسم الغنيمه هنايا، غنائم الحرب. خليو شويه يا هاد المراه، غنائم الحرب. شوف اخي ديال التقينا في قمة بوكزين بالسي محمد بيلول وكذلك سي محمد دح اللي كنوجهو لهم جزيل الشكر. من بعد قمة بوكزين توجهنا للقمة ديال تيدغين. القبائل ديال سنهاجه السراعي. نعم الاتجاه هذا، الاتجاه هذا نعم اللي كيمشي بالطبرانت دوزو من هنا. نعم من هنا تقدر توصل حتى لكاونات، كتجهز على دوار بيعيسي تخرج القدامى تخرج لكاون، هنايا غادي تخرج حتى لتركيز تدوز على بني بونصار. الا كتمشي حتى بني بونصار وتخرج حتى مديته، هذه كتخرجك الايساكن ولا ثلاثة القدامى. تحياتي لك اخي محمد على هذا. شكرا بزاف على المعلومات. القمه ديال تيدغين كانت هي ثاني قمه كنوصلوا لها في هذا التحدي، واللي تعتبر هو اعلى قمه في سلسله جبال الريف، وكذلك هي اعلى قمه في شمال المغرب. في الطريق كندوزوا على واحد القمه اللي هي القمه الثالثه في هذا التحدي، واللي كتسمى قمة منعوتة، واللي كيبلغ ارتفاع ديالها 2343. ما كتشوفوها من بعد قمة منعوتة كنتجهوا نحو القمة الرابعة واللي هي قمة ايت خنوس، واللي كيبلغ ارتفاع ديالها حوالي 2117 متر عن سطح البحر. لا طالع انك تما قولوا لها يا زين البلدان. من بعد قمة ايت خنوس كنتجهوا نحو القمة الخامسة والأخيرة اللي هي ايمون صالحون، واللي كيبلغ ارتفاع ديالها حوالي 2050 متر عن سطح البحر. تحياتي الرئيس ديالنا. تحية متبادلة خايس. الله يحفظك وشكرا بزاف. الله على وجهك. الله يرحم والديك. Yeah.
فوزنا واحد النهار يا سالم، ضربنا خمسة د القيمان. كان في البروغرام ثلاثة، صدقنا في خمسة. كان في البروغرام بوكزين تيدغين وأي تخنص، صدقنا بوكزين تيدغين منعوتة أي تخنص وإيمون صابون. خمسة د القيمان أخوتي، واش غادي نقول لكم؟ تراجي يا سالم، الله يوريكم. حاولت نصور لكم طوب د اللقطات ولكن طرق صعيبة، ما كانش بالإمكان. القمة من بعيد.